بيقول فقراتنا حنروح للمساحة الطبية، واليوم رح نحكي عن الأمراض القلبية. والمعروف طبيا وبحسب دراسات أنه معدل الوفيات أو النسبة الأعلى من معدل الوفيات عم تكون بسبب الأمراض القلبية. واليوم في حالات جدا عديدة ومتنوعة عند الأشخاص ممكن أنهم يصابوا فيها بالجهاز القلبي، ومنها يا ليلى هي دسامات القلب أو صمامات مثل ما من اللبنانية. تماما يا رشا، القلب بيحتوي على 4 صمامات رئيسية، وأكيد وظيفتها تدفق الدم بشكل كامل لأنحاء الجسم، لكن كثير من الأشخاص بيواجهوا مشكلات كثيرة ويمكن بفئات عمرية متفاوتة. اليوم رح نحكي عن الأسباب وهي المشكلات وأبرز طرق العلاج وأيضا الوقاية مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور حسن إبراهيم، أخصائي بالأمراض الداخلية والقلبية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل الإخوة المشاهدين ولكل أهل بلدنا. أهلا وسهلا. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الرضا للقلوب، خلينا نقول بداية. اليوم موضوعنا عن دسامات القلب، أكيد اليوم باللمعنة العامة معروف بين الناس بالصمامات، وهذا الشائع أكثر. يعني خلينا بداية نعرف طبيا بهذا الحالة. الصمامات هي عضلات، فالصمام هو عضلة له بنية تشريحية معينة. وظيفة هالصمام هاد انه يمنع الدم بالمرور من جوف الى جوف ولا يسمح له بالعودة. نعم. اذا هو له وظيفة معينة، يسمح للدم بالمرور ولا يسمح له بالعودة لحتى تستقيم وظيفة العضلة القلبية اللي هي هالمضخة، هي عم تضخ الدم لكل الجسم. فنحن في عنا نوعين من الصمامات، في صمامات بين الأذينات والبطينات يلي هن المثلث الشرف والدسام التاجي بين الأذين اليمنى والبطين الأيمن والأذين اليسرى والبطين الأيسر، وفي عنا صمامات وقت يضخ القلب الدم إلى الشرايين لبرا، في عنا صمامين يمنعوا عودة الدم إلى أجواف القلب يلي هن الصمام الأبهري بين البطين الأيسر والأبهر لحتى يروح الدم يتوزع الدم بالجسم لكل بالأبهر لكل أعضاء الجسم، والصمام الرئوي يلي هو بيضخ الدم البطين الأيمن إلى الشجرة الرئوية لحتى يتنقب الأكسجين، فبيمنع الدم من عودته إلى البطين الأيمن. هلأ بناء على هالوظيفة هي، نحن كل شيء بيخل بعمل هالوظيفة هذا اسمه مرض. في عنا مرضين أساسيين هن يلي بيصيبوا هالصمامات. هالصمام شو اللي بيصير فيه؟ يا إما بيتضيق، وإذا تضيق الصمام ما عاد عم يؤدي دوره بشكل جيد وبالتالي عم يمرق الدم بشكل جيد، أو يكون في عطب بهالصمام فبيصير الصمام بيهرب يصاب بالقصور. فلما مثلا ينزل الدم من الأذين اليسرى على البطين الأيسر، لما يتقلص البطين المفروض الصمام ما يسمح للدم بالعودة للأذين اليسرى. هلا لما يصير في خربان او في عطب بهالصمام او في اذيه تشريحيه بهالصمام، صار الصمام يهرب فبيصير في قصور بالصمام التاجي، بيصير الدم يرجع الى الاذين اليسرى، وبناء على هالخلل الوظيفي هاد بتصير الاعراض وبتصير المشاكل وبيصير عندنا التبدلات التشريحيه في العضله القلبيه، وتصير العضله غير قادره على اداء عملها بشكل جيد. نعم تمام دكتور، هدول فينا نقول ابرز الامراض اللي ذكرتهم بصمامات القلب. اذا تمام، الصمام يصاب بمرضين، المرض الاولاني هو التضيق، والمرض الثاني هو القصور، انه الصمام ما عم يسكر بشكل جيد لحتى يمنع عودة الدم، فصار الدم عم يهرب وعم يرجع الدم لورا، وهالشيء بيصير عليه. طب دكتور خلينا نروح للأسباب والفئات العمرية يمكن الأكثر عرضة لهدول الأمراض. هلأ نحن هي الأمراض بتصيب الصمامات كل صمام حسب موقعه. مثلا خلينا ناخذهم صمام صمام. في عنا اهم صمامين، او اهم صمام هو الصمام الابهري. هذا الصمام مع العمر بيصير فيه تكلس. هالتكلس هذا ممكن يتضيق شوي شوي وممكن يساوي لنا تضيق في الصمام الابهري، وهذا بيصير عاده عند الكبار بالعمر. في عوامل مؤهبه يمكن تكون اكثر مثل الداء السكري. في ناس عندهم استعداد بنيوي او وراثي معين، فبيصير في عنا مع الزمن تضيق في الصمام الابهري.
نتيجة التضييق ما عم يطلع الدم بشكل جيد من البطين الأيسر ويتوزع لكل الجسم، هالشي رح يساوي لنا ضخامة بالبطين الأيسر وبيساوي لنا آلام خناقية وأعراض وبيجوز نواب غشي، وهذا الصمام إذا ما تبدل هذا ممكن يساوي لنا موت مفاجئ مع الزمن. هلأ في عنا مرض تاني بيصيب هالصمام اللي هو القصور أو التهريب، وهذا بيصير عادة لما يكون في تشوه بالصمام أو نتيجة إصابة المريض أحيانا بحمى رثوية، وخاصة عند البنات أو الشباب في مقتبل العمر نتيجة إصابة اللوزات بجراثيم معينة، أو بسبب أمراض معينة تصيب الأبهر أو الأبهر الصاعد أو جذر الأبهر أو الصمام الأبهري بالذات، مثل ما بنشوف مثلا في متلازمة مارفان أو الصمام اللي هو عادة مؤلف من ثلاث وريقات، ممكن يكون في وريقتين، أو في أمراض معينة رضية قد تكون أو إنتانية. هلأ في عنا صمام تاجي، الصمام التاجي عادة يصاب بالتضيق نتيجة الإصابة بالحمى الرثوية يلي هي مرض عادة ناتج عن إصابة البلعوم بمكورات العقدية، هي بتفرز ذيفان، هالذيفان هاد ممكن يساوي ارتكاس بنيوي بهالصمام ويبلش الصمام يتضيق شوي شوي، وهذا عادة بنشوفه بالأعمار الصغيرة، يعني بالأعمار بين 15 إلى 30 سنة من العمر. هلأ ممكن هذا الصمام نتيجة الإصابة بالحمى الرثوية مو بس يصاب بالتضيق، ممكن يصاب بالقصور، بيصير بيهرب الصمام ونتيجة وبناء عليه رح تصير تتوسع الأذين اليسرى والبطين الأيسر على السواء، في حين أنه بالتضيق التاجي نحن بنشوف توسع شديد بالأذين اليسرى بس البطين بيضل بحجمه الطبيعي. هلأ هدول المرضى عادة يصابوا بخفقان وبيصير عندهم لهتة وضيقة نفس، وهدول كمان إصلاح الصمام هو اللي بيحل المشكلة. نحن في عنا أمراض بتصيب الصمام مثلث الشرف وأمراض بتصيب الصمام الرئوي، إصابة الصمام الرئوي ممكن أحيانا بجوز تكون خلقية أو بتصير عند الأطفال الصغار الرضع، هدول بنشوفها عندهم، وهدول عادة ممكن حل المشكلة بتوسيع بالبالون بالقسطرة، ممكن نحن ننفخ بالون ونحل مشكلة التضيق الرئوي اللي بيصير عند الأطفال أو الولدان الصغار بالعمر. وممكن نشوف قصور أو تهريب، غالبا أنا عم أحكي طبعا الحالات الأشعة اللي بتصيب هالصمامات، لكن هو الموضوع هو بحر من العلم وموضوع كبير لا يمكن يعني استدراكه كله أنا عم أحكي على الأمراض الأشعة اللي هي ممكن تصيب هالصمام، ولما يصير عندنا قصور بمثلث الشرف ممكن بقى يتضخم البطين الأيمن والأذين اليمنى، وفي مراحل متقدمة ممكن يصير في عندنا ضخامة بالكبد، ممكن يصير عندنا تنفيخ ووذمات شديدة بالرجلين، وممكن يصير عندنا تقل بالبطن، وبيصير طبعا الأعراض القلبية يلي أهم شيء فيها هي اللهتة وضيقة النفس. فهي أشياء الأمراض يلي بتصيب الصمامات الأربعة. دكتور ذكرت أكثر من حالة للأمراض القلبية بموضوع الصمامات، واليوم كل حالة هل عم يكون أعراضها على حدة ما بتشابه الحالة الأخرى، أو اليوم نحن اليوم متشاركة الأعراض ضمن كل الحالات القلبية، اليوم حضرتكم كيف المريض بيميز أنه أنا ممكن يكون معي هاي الحالة أو غيرها كأعراض اليوم؟ دائما المريض كل صمام يصاب بمرض معين في أعراض مميزة لهالإصابة. على سبيل المثال قلنا عند التضيق الصمام الأبري عند الكبار بالعمر، هدول المرضى عادة بيجوا غير اللهتة، بيجوا بألم خناقي وصفي لأنه ما عم يصير في نتاج دم كافي، عم يصير في نقص تروية قلبية، ما عم يصل الدم بشكل جيد، بعدين المريض بيصير عنده يعني ما عاد يقدر يمشي بشكل جيد مثل الناس الطبيعيين لأنه ما في تروية للأطراف، ما في تروية للجسم. هدول المرضى ممكن يصير عندهم اضطرابات نظم، وهدول المرضى معرضين للموت المفاجئ كل ما كان تضيق الصمام أشد. وهدول المرضى الحل الجذري لهم هو تبديل الصمام قولا واحدا، إلا الكبار بالعمر اللي أعمارهم فوق 70-80 وهن غير قابلين للجراحة، هدول الصمام ممكن يصير عندهم ممكن يتوسع بالبالون وتنحل المشكلة. هلأ على عكس القصور الأبهري يلي هون الأعراض تختلف إلى حد ما، بيصير عند المريض تعب ولهتة وضيقة نفس، وأحيانا وقت يتسطح على ظهره ما عم يقدر يتسطح، ممكن يشكي من زلة ارتجاعية، بفيق بالليل طابق صدره ضايق نفسه. فشوفي هون أعراض اللهتة، غير هنيك اضطرابات النظم يلي أو الألم الخناقي اللي بيصير. هلأ الصمام التاجي
ان معظم اصاباته بتصير عند الصغار بالعمر. فشوفي العمر بيلعب دور، نوعيه المرض بتلعب دور، الاعراض بتلعب دور من صمام لصمام. لكن الـ 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 الطريقه الوحيده لتشخيص الاصابه الصماميه وتقدير شدتها وتقدير خطة المعالجة اللازمة لها الموضوع تتم بالإيكو عبر جدار الصدر، وأحيانا قد نلجأ، نادرا ما نلجأ إلى الإيكو عبر المري، لكن لا شك أنه جهاز الإيكو هو اللي بيحدد لنا الإصابة وبيحدد لنا شدة الإصابة وبيحدد لنا خطة العلاج. اللي خطة العلاج ممكن أول شيء ترتكز على الدواء، ممكن ترتكز على المراقبة ضمن فترات معينة، وأحيانا قد تقرر لنا شغلة معينة هي الحل بإنهاء الصمام أو تبديله أو توسيعه أو يعني إجراء عمل جراحي معين. طب دكتور خلينا نتوسع شوي ونحكي أكثر عن طرق العلاج وعن أيضا طرق العلاج الدوائي. هل في بعض الصمامات ممكن يكون العلاج لها بالأجوية، ممكن تنحل هي المشكلة، ممكن جراحة؟ خلينا نحكي عن أبرز سبل العلاج. دائما المريض يلي عنده إصابة صمامية بيجي لعند الطبيب بشكوى معينة. أهم خطة في العلاج أنه الطبيب يعطي الأدوية لحتى يقدر يضبط الأعراض. على سبيل المثال الناس اللي عندهم اضطرابات نظم فلاضن رجفان أذيني بسبب التضيق التاجي، لازم نحن نضبط سرعة القلب. غالبا المريض ما بيقدر يمشي وعم يتعب وعم يلهت، وهدول عادة ممكن يكونوا صغار بالعمر. يعني أول مرحلة دائما الأدوية، دائما ضبط الأعراض، وضبط الأعراض يتم بضبط اضطرابات النظم والتخلص من كل الأعراض، سواء كان في حمل إضافي على العضلة القلبية، ممكن استعمال المدرات لحتى تريح القلب شوي وتخف السوائل عن الرئتين، ونعطي حاصيرات بتة لحتى إذا في عنا اضطرابات نظم حاصيرات بتة بتضبط لنا اضطرابات النظم، وخاصة أن الرجفان الأذيني التالي لإصابة الصمام التاجي. فنحن ضبط سرعة القلب شغلة مهمة، إعطاء الموسعات الوعائية اللي بتخفف لي الحمل البعدي عن العضلة القلبية، المدرات يلي هي دائما بتخفف لي الوذمات يلي موجودة بالساقين والسوائل الموجودة بالساقين، أو بتخفف لي وذمات الرئة المتكررة بسبب يعني عودة السوائل إلى الرئتين، بتخليها تملى بالسوائل، المريض ما عاد يقدر يتسطح، ما عاد يقدر ينام. إذن أول خطة بالعلاج هو ضبط الأعراض عند هدول المرضى، سواء بإعطاء المدرات أو حاصيرات بتة أو مقويات العضلة القلبية لحتى المريض يرتاح وتروح اللهتة عنه وما عاد يشكي من شيء نهائيا. هلأ في المرحلة اللاحقة يتم إجراء إيكو للقلب، طبعا هو بالأول بده يتساوى إيكو للقلب ويتقيم الأعراض، يعاد تقييم المريض عند ضبط الأعراض، وعندها تقدر خطة المعالجة وفق الإصابة الصمامية. مثلا أنا عندي إصابة صمامية خفيفة إلى متوسطة الشدة، هدول المرضى أبدا ما ببدل الصمامات، أنا عندي صمام طبيعي، أنا هذا الصمام شو ما قدر يخدمني بهالمريض هذا، فأنا بحاول أخر العمل الجراحي إلى حد معين لحتى أكسب أنا هالمريض هذا. دائما أنا بحمل دائما أبعاد العمل الجراحي وخطورته وأمور معينة، ودائما بعد كل عمل جراحي في أدوية معينة يعني أنا بحاول أتحاشاها، وخاصة المميعات الشديدة مثل الوارفارين. فهدول المرضى اللي أنا بدي بدلهم الصمام التاجي أو بدلهم الصمام الأبري بصمامات معدنية، هدول بدي حطهم على الوارفارين كل عمرهم. ودائما هدول المرضى اللي عم يستعملوا وارفارين بدهم مراقبة لميوعة الدم، فأنا هدول المرضى بقدر وقتها إذا كان التضيق أو القصور خفيف إلى متوسط الشدة، هدول المرضى بتركهم على المراقبة. ممكن أنا أقول لهم أراقبهم خلال 3 شهور أو كل 6 شهور، أحيانا بتكون الإصابات خفيفة جدا جدا جدا، هي بدهم يروحوا بعد 2-3 سنين ليراجعوني مرة لحتى أنا أضبط الأعراض وأضل أراقب هالصمام وأختار الوقت المناسب لتبديل الصمام عند الإصابة الشديدة. هلا في امراض صماميه هي ما بدها لا تبديل صمام ولا بدها شيء، والاعراض عاده بتكون خفيفه كثير، وخاصه مثل المرض يلي بيشكي منه تربع الناس يلي هو انسدال الصمام التاجي. كل واحد صار عنده شويه نغزه او وجع بصدره بيقولوا له عنده صمام تاجي، انسدال صمام تاجي. هلا انسدال الصمام التاجي هذا ما بده لا تبديل ولا بده شيء، وحتى ادويه ليس بحاجه لاعطاء علاجات دوائيه، ونادرا ما يحتاج الى علاجات دوائيه. الا في حاله واحده لما يكون الصمام المنسدل عم يساوي لي تهريب أو قصور شديد في هالصمام، وقتها أنا بدي بدل الصمام. هي الحالة الوحيدة بالانسدال التاجي اللي بتستدعي تبديل الصمام.
هلأ وقت اختار أنا وقتها العمل الجراحي له الصمام في الإصابات الشديدة يلي ما عاد في حل إلها، وقتها بقرر أنا شو هو نوع الصمام وشو الصمام يلي أنا بستبدله، وباخد بعين الاعتبار دائما عمر المريض، جنس المريض والحالي أكيد اليوم تمام. تمام دكتور، سريعا كونك ذكرت حضرتك الصمامات اليوم شو هي طبيا، اليوم حضرتك يعني بتفضل أنواع الصمامات بالنسبة للرجال والنساء، اليوم في اختلاف طبيا باختيار النوع صمامات؟ يعني هو هذا الموضوع دقيق شوي، دائما انا بختار الصمامات المعدنيه سواء للذكور او الاناث لان هي اكيد راح تخدمني مده اطول وراح تساعدني مده اطول. هلا انا اذا بقدر اوسع الصمام بالبالون هذا يكون افضل، توسيع الصمام بالبالون بيفيدني بتضيق الصمام الرئوي، تضيق الصمام التاجي، وخاصة عند السيدات في مقتبل العمر، هدول أنا باخذ بعين الاعتبار أنه هدول ممكن يتجوزوا وممكن يصير عندهم حمول، وأنا بدي أحاول أتحاشى الوارفارين قدر المستطاع أثناء الحمل لما ينطوي عليه الحمل. يعني بيعذبنا كثير المريضة اللي عندها حمل عم تاخذ مميعات كثير بتعذبنا في الحمل، وحتى سواء احتاجت قيصريه او احتاجت عمل جراحي فهذا في كركبه ماكنه. فانا اذا قدرت الصمام اذا ما في قصور وفي تضيق دائما بس على توسيعه بالبالون لحتى يعني احاول احسن من حياه المريضه اذا كان في لها مستقبل زواج وحمل وهيك شغله. لكن اذا كان التضيق شديد او كان في قصور وما بيتبدل يعني ما بيتوسع بالبالون، وقتها انا بختار للسيدات الحوامل تحديدا صمامات من نوع معين بحيث لا تحتاج هذه الصمامات الى يعني تميع بشكل دائم. وبترك دائما الصمامات المعدنيه للذكور دائما وللسيدات يلي هن انهوا فتره نشاطهم التناسلي. اكيد دكتور بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، معلومات كثير مهمه اكيد، ونتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا لك دكتور. شكرا كثير لكم، وانا دائما بتمنى الشفاء والصحه والعافيه لك المرضى.